تعلمت منه النفس وتعلمت منه الأمان والإشارات يعني أوكي مشكلة فوق تحت. انا بستخدم العصاية عشان لو في لا قدر الله سكور ما اتخبطش فيها. بعرف الارض من تحتية. كمان لو مثلا نزل على من شط المية اعرف انزل من غير ما اتخبط في اي حاجة. انت تمام يا كابتن؟ انا عندي اراده قويه جدا وانا شاطر في السباحه فاكيد هبقى شاطر في الغطس. فاتصلت بيه جه البيت وعلمني ازاي البس الدراع وازاي يعني ازاي استخدم الاسطوانه. اقفل كده هنا حط هنا خلو هنا فوق. الهدف الاساسي من المبادره هي ان انا افرح قلوب الاطفال دي لان هم يعني مثلا بالنسبه للمكفوفين مثلا بيبقى هم عايشين طول حياتهم في يعني بتبقى الوضعيه بتاعت الحياه بتبقى صعبه. هو في دماغه ان هو في حاجات كتير مش هيقدر يمارسها لكن لما انت توصل الفرحه دي تخليه يقدر يحس ان هو عادي جدا ويقدر يمارس حاجات ناس عاديه بتخاف تمارسها طبعا دي بالنسبه لهم بتبقى فرحه كبيره جدا. قول لي مثلا مشكله في ودنك قولها لي ازاي؟ هو كل حاله او كل اعاقه بيبقى ليها الطريقه اللي انا بقدر اوصل المعلومه بيها لان هي بتبقى بالنسبه لهم يعني مثلا في المكفوفين بيبقى معتمد كليا على حاسه اللمس فببقى بضطر ان انا يعني بوصل له شكل المعدات استخدامها ازاي يركبها. كل الخطوات دي بتبقى بتتم عن طريق حاسه اللمس فقط. لو عايز اطلع اعمل ايه؟ تحت المايه طبعا مفيش كلام فهي لغه الاشاره هي السائده تحت المايه. فالاشارات اللي احنا بنتفق عليها قبل ما ننزل هي الاشارات اللي هو بينزل بينفذها تحت. اصبح ان هو عنده مغسول في دماغه ايه اللي هينزل يعمله وايه الاشارات بتاعتها فبيبقى كل التواصل بيننا بالاشارات. لا
افتح. الاعضاد الحركيه هي اهم حاجه، بس لان طبعا بيبقى المعدات بره الميه بتبقى تقيله، فطبعا ما ينفعش ان انا اخليه يلبس المعدات بره الميه او ينتظر انتظار ان هو ينط، لا طبعا بيبقى الموضوع بسهلها له على قدر الامكان ان هو بيبقى بينزل الميه بمساعدتي، زائد ان انا مثلا بلبس المعدات في الميه، بقلعها له في الميه، الحركه بتاعته تحت الميه اصلا بتبقى مسؤوليتي انا، الطفو بتاعه طبعا، الفنيات بتاعه الغوص، كل ما يخص الفنيات بتاعه الغوص بيبقى تحت السيطره مني انا، لكن هو بيبقى الهدف بتاعه او الوظيفه بتاعته في الميه اللي هو بيتنفس ان هو بيتفرج، لان هو الهدف ان هو بيستمتع مش اكتر.